جميل. من ملامح مشروع القانون الجديد يا سيادة النائب، ايه اللي لفت نظرك اكتر؟ يعني هو من وقت مناقشة القانون 70 وكان واضح جدا انه المواضع اللي فيها او المرتبطة بتحفظات من المجتمع الاهلي، يعني 4-5 مواضع من ضمنها ومن اهمها العقوبات السالبة للحرية، وده طبقا لاعلان الدكتورة غدا والي انه ما بقاش موجود في القانون الجديد. انه الاجراءات الخاصة بعمل الجمعيات الاهلية يكون بيشرف عليها جهة واحدة، طبقا لتصريحات الوزيرة انه دوا تحقق. طبعا حضرتك عارف ان احنا في القانون 70 كنا انشأنا جهاز قومي مستقل لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية في مصر. ف يعني مانيش عارف ازاي معالي الوزيرة يعني داخل مواد القانون هيبقى ازاي بيبقى جهة واحدة، هل ده معناه الغاء هذا الجهاز ولا كده؟ هنشوف ده لما يجي. هو مكتوب فعلا انه جهة واحدة للاشراف على مؤسسات، فهنشوف ده لما يجي. بس ده كان من ضمن الحاجات. برضو في اجراءات تلقي الاموال ومرونة التعامل مع اجراءات التلقي واجراءات الصرف، برضو في تصريحات واضحة من الوزيرة ان الامور دي ايضا تم الاخذ فيها برأي الجمعيات الاهلية اللي شاركت في الحوار المجتمعي. الى الان احنا ما فيش نصوص تفصيلية امام عينينا، لان برضو لو حضرتك تتذكر احنا لما اشتغلنا على القانون 70 كان عندنا مسودات من ضمنها المسودة اللي الحكومة كانت متبنياها اللي هي كانت بتتفق مع القانون بتاعنا على الأقل في 80%. فأنا يعني هل وجود قانون جديد يعني أن المسودة الأصلية اللي كانت الحكومة شغالة عليها أو وزارة التضامن شغالة عليها هي نفسها جرى عليها تعديلات؟ ده كله هيبان لما يبعتوه. الحوار المجتمعي كان على إيه؟ على يعني بعض مواد القانون السابق قانون 70 2000. بص هقول لحضرتك حاجه، هو لما صدر قرار او يعني بدايه لما صدر تكليف السيد رئيس الجمهوريه، بعديها بيوم صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنه بعضويه وزاره التضامن ووزاره العدل ووزاره الخارجيه، وبعدين بعديها بيوم تم اصدار قرار بان معالي وزيره التضامن تكون هي رئيسه اللجنه دي. من اول القرار ده الوزاره ابتدت تتلقى تعديلات ومقترحات بداية مكتوبة. التعديلات المكتوبة دي كانت مرتبطة بالقانون 70 على اعتبار ان كان التكليف الرئاسي هو تعديل القانون 70. وبعدين لما حصل الحوار المجتمعي برضو كان الكلام عن مواد القانون 70. واضح جدا انه نطاق التعديلات اللي الحكومة من خلال مناقشات ما بين يعني اعضائها استقرت عليه بقت تعديلات موسعة، ما هياش مرتبطة بمادة أو مادتين أو كده، وإنما بقت مرتبطة بمواد كثيرة. وده يوحي أنه حتى القانون والمسودة اللي كانت الحكومة بتشتغل عليها أو وزارة التضامن بتشتغل عليها وقت ما احنا كنا بنقدم أو بنشتغل على القانون 70، أن حتى المسودة دي نفسها تم تعديل بنود فيها، وإلا ما كناش اتكلمنا عن قانون جديد. طيب.